الرحمة لشهدائنا الأبرار الذين سقطوا في سوريا وفي جبل الزاوية في بلدة كفر عويد. السبت 17/12 قام الجيش بدخول جبل الزاوية ومنها بلدة كفر عويد التي حصلت فيها المجزرة. الأحد 18/12 قاموا بحرق المنازل وحرق الدراجات الآلية واستهداف لمنازل الناشطين وإطلاق النار عشوائيا النهار والليل. نهار الاثنين 19/12 قاموا بمجزرة حقيقية قام منهم بما يقارب 80 عسكريا بالانشقاق من هذه الفرقة أو اللواء التي داخل كفر عويد. قاموا بالانشقاق ما بين بلدة كن صفرة وبلدة كفر عويد. سمعنا نحن إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي على مكان محدد لا يوجد فيه مدنيين، فاستغربنا فعلمنا فورا أن هناك أكثر من 100 أو عفوا 90 أو 80 من المنشقين قاموا بالانشقاق وقاموا بقصفهم جميعا. منهم من هرب إلى مزرعة للدواجن ما بين بلدة كن صفرة وبلدة كفر عويد فقاموا بقصف هذه المدجنة وقتلهم جميعا، وقاموا بنقل الجثث إلى مكان غير معلوم. طبعا من خلال هذه القصف العشوائي على المنشقين سقط 10 من المدنيين من بلدة كن صفرة لأنه أصبح القصف بالقرب من بلدة كن صفرة. الثلاثاء 20/12 قاموا بمحاصرة أكثر من 100 من المدنيين غرب قرية كفر عويد في وادي يسمى أبو دماية في ما يقارب الساعة 12 ظهرا. أصبحوا ينادون ويستغيثون، اتصلوا بنا أنهم محاصرون، هم مدنيين أكثر من 100 من المدنيين حاصرهم الجيش عند دخوله لبلدة عين لاروز وبلدة الموزرة وبلدة كفر عويد. لم يبقى لهم أي مكان آمن وهم من النشطاء المتظاهرين. طبعا عندما ناشدونا لا حول لنا ولا قوة سوى أن نناشد العالم. أنا من الأشخاص الذي اتصلت برامي عبد الرحمن رئيس المركز السوري لحقوق الإنسان وقال لي أنه اتصل بأمين الجامعة العربية ولكن للأسف ما من مجيب. أكثر من 4 ساعات والقصف مستمر على هؤلاء المدنيين. ناشدنا عبر القنوات الإعلامية، نزلنا مناشدات على أغلب القنوات، وخلال 4 ساعات لم يكونوا شهداء، كان من الممكن أن يبقوا أحياء لو استجاب لنا أحد، ولكن للأسف لم يستجب لنا أحد فسقطوا جميعا. منهم وجدناه مكبلا مكبل الأيدي ومصفى تصفي. بعد اعتقاله قاموا بتصفيته، أكثر من 15 من الأشخاص الذين قاموا بتصفيتهم تصفية بعد اعتقالهم. أتينا بهم إلى مسجد القرية في بلدة كفر عويد، كان منظر مريب جدا ونحن أحد الشهود على هذه المجازر. 21/12 الأربعاء قاموا بمجزرة في جبل شحشبو في بلدة منير. أكثر من 15 من المدنيين قاموا بقتلهم في مخيم للاجئين. هم لاجئين هاربين من الجيش، هاربين من قراهم التي لجأ إليها الجيش وأصبحت سكن عسكري. قاموا بقصفهم أيضا بالمدفعية الثقيلة. نحن نطلب مناشدات ونطلب من جميع العالم أن يقف معنا، نحن نقتل بدم بارد.